السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نتعلم فيه الأعداد باللغة الفرنسية بطريقة بسيطة وسهلة ستمكنكم من الحفظ بسرعة، كما ستتعرفون على بعض القواعد التي ستسهل عملية التذكر، كما ستساعدكم على كتابة صحيحة للأعداد باللغة الفرنسية. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre les nombres en français d'une manière qui va vous aider à les mémoriser avec l'aide de quelques règles qu'on peut appliquer pour faciliter la mémorisation et l'apprentissage des nombres en français. في هذا الفيديو سوف نتعلم الأعداد من صفر إلى مئة. Dans cette vidéo, on va apprendre les nombres de 0 à 100. On commence. Nabda. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. بالنسبة للرقم 6 فهو يكتب على شكل S, E, X ولكن ال X تنطق S. 6, 7, 7, سبعة وهنا في ست هناك P صامتة تكتب ست ب S E P T ولكن P لا تنطق. 8 8 تمانية 9 9 تسعة 10 10 عشرة وهنا كما في ستة 6 فإن 10 تكتب ب X في النهاية لكنها تنطق S 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 بالنسبة للأعداد المتبقية 17 18 19 فيمكن أن نطبق قاعدة بسيطة وهي كالآتي ف 17 هي دي 7 17 إذا لاحظتم 10 يتكون من جزئين 10 أي 10 و 7 7 17 بما أن 10 تنتهي بأس و 7 تبتدئ بأس فإننا لا ننطق الأسين معا ننطق أس واحدة فقط 17 17 17 لتخفيف النطق وهي متكونة كما قلنا من 10 10 زائد 7 كما لو قلنا بأن 17 هي 10 زائد 7 تعطينا 17 ولا تنسوا العائدة بينهما أو تيري تيري entre 10 et 7 نفس الشيء بالنسبة لي 18 18 هنا الاس في 10 تنطق ز تنطق ز 18 18 10 زائد 8 10 plus 8 18 ولا تنسوا التيري او العارضة كما من قبل نفس الشيء بالنسبة لي 19 19 هنا ايضا الاكس في 10 تنطق Z 19
10 plus 9, 19. 19. نمر الآن إلى الأعداد 20 إلى 60. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60. بالنسبة لهذه الأرقام فهي تشبه بعض الشيء الأعداد الفردية التي تتكون منها باستثناء 20 فتلاتون تخطخ كما في 3 40 كارونت كا كما تبتدئ 4 50 فهي تأخذ الرقم كله 5 50 60 هناك تغيير بسيط فبدلا من 6 نجد 60 20 30 40 50 60 بالنسبة للأعداد ما بين 20 و 29 30 و 39 40 49 50 59 60 69 فسوف نرى الآن كيف نقوم بصياغة 21 21 21 20 A كما لو أننا نقول 20 و 1 20 20 A و 1 1 20 و 1 21 وهنا نستعمل A ونستعمل تيري قبل وبعد A 22 22 2 22 22 ولا ننسى التيري ما بين ال 20 و 2 نفس الشيء بالنسبة ل 23 كما في 21 31 30-1 32 33 30-3 33 ونفس الشيء بالنسبة ل 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Citons 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70. نمر الآن إلى الأعداد 70, 80, 90 وما بينهما. بالنسبة للعدد 70 فلا يوجد اسم خاص به وإنما هو تتمة للعدد 60 فسبعون هي 60 زائد 10 60 10 60 10 كأنما نقول 60 زائد 10 60 plus 10 70 بالنسبة لواحد وسبعون فهي 60 زائد 11 أي 60 11 72 60 زائد 12 72 73 74 74
75. 76, 76. 77, 77. 78, 78. 79, 79. 60, 10, 10. 60, 10, 10. 79, 79. 80, 80. 80. إذا لاحظتم فالثمانون أو 80 فهي مكونة من 4 أي 4 و 20 أي 20 فالثمانون هي 4 عشرونات في اللغة الفرنسية 80 81 81 82, 83, 84, 85, 86, et la akhire, tison. Tison, هي عبارة عن 80, أي 80 زائد 10. 90. 80, 80, 10, 10. 90, أي تسعون. 91. 91 91 فهي 20 4 مرات زائد 11 4 20 20 أي 4 عشرونات 11 11 أي 80 و 11 أي 91 92, 93, 94, ونستمر هكذا 4, 20, أي 4 عشرونات أي 80 ثم نضيف إليها 11, 12, 13, 14, 15 إلى آخره 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. وهكذا نكون قد أنهينا الأعداد باللغة الفرنسية من 0 إلى 100.